حياكم متابعينا في الجزء الثاني من البرنامج. الحديث يستمر رفقة الأعزاء ماجد التويجري، عبد العزيز السويد، أحمد العقيل هنا في الرياض، ومن جدة حاتم خيمي. ونبقى مع الأفراح الاتحادية، ومنها نقول بأنه مع نهاية صافرة مباراة اليوم أمام الفيحة بدأ الاستعداد لتتويج الاتحاد في الجولة الأخيرة في المباراة القادمة أمام فريق الطائي. 60,000 متفرج متوقع حضورهم، وأتوقع أيضا على المستوى الشخصي أن يكون هناك أيضا استعداد أكبر لشاشات قد تواكب فرحة جماهير العميد التي كانت أو كان حضورها 60,000 هو من المعتاد في المباريات الدورية بالنسبة لنادي الاتحاد. كذلك الرابطة تستعد أيضا أن تقدم تتويجا مختلفا في هذا الموسم، فالاتحاد هو بطل، والاتحاد هو من سيمثل المملكة في البطولة العالمية، الاتحاد هو بطل دوري روشن للمحترفين في أنضج أو خلينا نقول في أعلى درجات الدعم الحكومي سنة بعد أخرى في هذا الدوري الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي، وفي هذا الدوري الذي يشارك فيه ثاني أندية العالم نادي الهلال، في هذا الدوري الذي شهد تطورا في مستوى الكرة السعودية وأيضا تطورا في مستوى النقل التلفزيوني، ولم يعد فقط متابعا من دول الخليج أو العالم العربي، وإنما بات ينقل بلغات مختلفة. مباركا مجددا للاتحاد.